هذا المقر الجديد يتوافق بشكل كامل مع التوجه الذي تنتهجه وزارة السكن في إطار مسراها بتعزيز الرقمنة، والتي نعتبرها كرهان أساسي. إننا ندرك تماماً أهمية الرقمنة في عصرنا الحالي، ونسعى لأن نكون في طليعة المؤسسات التي تتبنى التكنولوجيا الحديثة في كافة عملياتها وخدماتها، إذ تم إطلاق حزمة من المنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية التي وضعت تحت خدمة مكتتبينا الكرام على غرار تطبيق إلكتروني لحجز المواعيد والتبليغ عن الانشغالات، منصة رقمية لدفع المستحقات عبر تقنية الإيبايمنت لتسهيل دفع الأعباء على القاطنين، منصة إلكترونية لاقتناء المحلات التجارية وتلك منها الموجهة للقطاع الصحي. كذلك نجد الرقم الأخضر 3040، والذي هو وسيلة للاستماع الدائم لانشغالات مكتتبي وقاطني ساكني عدل، الذي يسهل توجيههم وتوفير الحلول المثلى لاستفساراتهم.